يا بويا جواب وحضر، جيت القبار وعنكت الحجار وعيطت عليك بويا ما جاوبتنيش. ملي كنتي معانا كان كل شي فرحان، عايشين في أمان، واليوم أنا وخوتي ولينا جيران. معكم من عبو عيشة، فنانة صاعدة من ولاية مستغانم، مخبرية في الصحة العمومية، في عمري 23 سنة. بدايتي بديت في سن مبكر، المعلمة تاعي اللي اكتشفتني، كنت نقرأ في الابتدائي وين كانت عندنا محفوظات نحفظوها وكنا يفوتوا بالواحد، ومن بعد كي فوتتني عجبها صوتي وفوتتني على كاع الأقسام. ومن تما كينا من بعد موراها جاو جمعيات، جمعية في الأندلس في مستغانم، جاو يفوتوا دي بوبليسيتي ليهم باش التلاميذ ينخرطوا في الجمعية تاعهم. دونك قالت لي قولي للوالد تاعك باش يدخلك، وقلت للوالد تاعي ودخل لي، ومن تما كينا وأنا نغني لحد الآن. حبل ملوك جاني هدية، حبل ملوك جاني هدية، مخبل في وراقه حبيبي مرض عليا عليا، وانا يا نشتاق. تجربتي قبل غني جزائري، كما قلت لك انا كنت في جمعيه اندلسيه، دونك درت شحال من حفلات مع الجمعيه وين كان عندي دي سولو غنيت وحدي. تاني شاركت في مسابقه في مستغانم، مسابقه محليه اللي هي جوهره مستغانم. وتاني كان عندي تجربة أني غنيت في مسلسل عشر والعاشر، غنيت الأغنية الهندية لمسلسل عشر والعاشر، وهادو هما يعني كانت عندي بعض التجارب الصغيرة. غني جزائري كانت تجربة مختلفة لي بالنسبة للتجارب الأخرى، يعني بالرغم من أني كنت نغني ديجا دي سولو وحدي، ولكن كانت تجربة مختلفة. حسيت أنه بالك مع الجمعية ولا يكون عندك الدعم من قبل أنه الأوركاستر يكون قاعد موراك وكاع، ولكن في غني جزائري تكوني وحدك، تكوني كانت تجربة مختلفة أيضا من ناحية أني نقابل فنانين كبار مثل شبيلال، غادي منال، ياسمين عماري، وبعزيز، وموسيقيين يعني في القمة. كانت تجربة بزاف شابة وما ندمتش أني شاركت فيها. غني جزائري أضفت لي الكثير، أنه وصلت صوتي أولا، يعني ما وليتش غير الناس غير صحابتي يعرفوني ولا دارنا يعرفوني بلي نعرف نغني. الحمد لله راه كاين يعني شوية جمهور راه يعرفني، ما كانين برا ولا يشوفوني يقولوا لي انتي تغني تاع جزائري، وهذه الحاجة مفرحتني بزاف. وكذلك حسيت روحي تطورت من حيث وقفتي فوق المسرح، من حيث صوتي حسيته تاني تطور، وهذه نحس انها اضافت لي الكثير. شبي للأكيد انه هو اللي اختارني، وكما شفت في البرايمات قال انه هو ما ندمش اللي اختارني، وهذا كان شرف كبير ليا. وبالنسبه للانسجام الاغنيه، انا كي غنيت مع شبي لال كنت في راحه تامه، كانت هذيك الاغنيه الوحيده اللي ما كانش عندي توتر فيها، لانه انسان مكتيت لانه عفوي وعطاني راحتي الكامله، خلاني نغني. ميم كنا في التدريبات مقبل في الكوليس يقول لي هاك ديري النمونه على بها، كنت في راحه تامه، وبسبب هذا كان هذاك الانسجام. صعبتك بزاف عيط عيط جد ما بقاليش، وقف غير بالسيف عيط النادي حد ما سمعليش، لو كان لقيت نروح نبعد نهجر نروح قاع ما نوليش يا ترى. اللي كانوا معي مسابقة نحييهم بالمناسبة ونتمنى لهم التوفيق، باسكو صراحة تلاقيت قاع بناس قاع ناس موهوبين. كانت بالك من المسابقات اللي من الكاستينغ لحد الفينال مام اللي خرجوا كان عندهم أصوات جد رائعة، برك كاين اللي ما حالفهمش الحظ. دونك نتمنى لهم التوفيق، وإن شاء الله نشوفهم في أعلى المراتب ويديروا تخي بون كارير إن شاء الله.
مشاريعي اكيد اني يكون عندي اغاني خاصه بيا، وطموحاتي مازال اني ناويه نشارك ان شاء الله في مسابقات اخرى بالك عالميه مثلا كيما ذا فويس. وكما قلت لك كون عندي اغاني خاصه، وثاني بالك دي كوفر باسكو شفت الناس بزاف بغاوني في لي كوفر، واشاك فوا يشلو لي ديرنا كوفر تاع هذا وهذا، دونك يكونوا ان شاء الله دي كوفر لكن بلمسه خاصه. انا صراحه نغني من كل طبع شويه، يعني ما ننجمش نشوف عائشه بن عبو محصوره في طبع واحد، ما ننجمش نشوف روحي حاصله في الاندلسي ولا في الحوزي. مثلا انا بزاف نبغي الحوزي والشرقي والطرابي، دونك انا نغني من كل طبع شويه وما ننجمش نشوف روحي محصوره في طبع واحد. اكيد هذه الخطوات كانت بدعم اللي كانت بدعم من والديا اللي نشكرهم جزيل الشكر. كانوا داعميني بانهم ما كانوش يوقفوا في طريقي ولا يقولوا لي لا ما تروحيش، ولا كي تجي فرصه تاع مسابقه هكا ولا يقولوا لي لا، بالعكس كانوا دايرين فيا ثقه وكانوا مرايا. ثاني خواتاتي نشكرهم جزيل الشكر، ثاني خواتاتي كل خطره يقولوا لي ديري منا روحي هكا، سورتو اختي ساره اللي كانت مشجعتني بزاف، وثاني عندي فئه من صحاباتي اللي مشجعيني بزاف، ونشكرهم جزيل الشكر. الحمد لله انا قالوا التوراج تاعي كان مشجعني ومأمنين فيا، ما تلقيتش صعوبات في هذا الامر. كلمه اخيره، نشكرك بشير بنوة على الدعوه، نشكر منصه شباب دي زاد ثاني على الدعوه، ونقول للجمهور اللي راه يتبعني نشكرهم على دعمهم على حبهم، وان شاء الله نكون عن حسن ثقتهم، وان شاء الله تكون اعمال في المستوى اللي تعجبهم تعجبكم ان شاء الله.